السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. إن شاء الله هنبدأ شوية فيديوهات عملية مع بعض، لأن السفر السعودية اتأخر شوية زي ما انتوا عارفين، الحدود قفلت بسبب الكورونا. فهنبدأ شوية فيديوهات عملية، هنقي شوية غنم كده هنعمل عليهم شوية فيديوهات للقناة. طبعا أنا كنت امبارح جايب 3 نعجات والدين، أدي النعجة دي وابنها ده، والنعجة دي وبنتها وراها، وكان في نعجة تالتة وابنها ده، بس قدر الله ما شاء فعل النعجة اتخنقت في العربية فوصلت ميتة. فهي طبعا قدرا كده من عند ربنا، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله هيتم عمل سلسلة للخروف ده إن شاء الله بإذن الله. هنوريك عمره زي ما اتكلمنا في التسنين، وقلت لك بيبدا يطلع سنتين عمر 8 ايام تقريبا. هنوريك كل حاجه عملت دلوقتي، وطبعا ده الفيديو ده السلسله دي هتجاوب على اسئله كتير بتجيلي كالتالي. النعجه او المعزه ولدت والام ما فيهاش لبن، الام ما فيهاش لبن، اتعامل ازاي مع المواليد؟ او كذلك نعجه او معزه ولدت وماتت تاني يوم تالت يوم رابع يوم خامس يوم، المهم ماتت، اتعامل ازاي مع المواليد؟ ارضعه ايه؟ ادي له كميه قد ايه؟ اتعامل معاه في العلف ازاي؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في سلسله. ده خروف ان شاء الله باذن الله سميناه وادينا له اسم. الخروف ده واقع عليا ب 2500 جنيه. الخروف ده واقع ب 2500 جنيه. فان شاء الله طول ما انا قاعد في مصر ده مش هيتباع. ان شاء الله هنعمله سلسله وانا سميناه ان شاء الله عنتر. سلسله عنتر ان شاء الله. رحله عنتر. فان شاء الله هنعمل دلوقتي مع بعضنا البدايه. طبعا للاسف هو امه ماتت من امبارح. التاريخ النهارده كام عشان تسجل؟ النهارده 24/12. 24/12 هو عنده تقريبا 8 ايام. هنوريك السن عشان برضك تبقى عارف من ناحيه نتكلم في الاول في سنه، لان هو مش مولود عندي. بس تعال، احنا اتكلمنا في التسنين وقلنا السن بيطلع اول سنتين بتطلع عمر كام؟ عمر 8 ايام. بس اتهدى اهو، دول كده هما يعتبر اول سنتين، والسنتين التانيين لسه بيبداوا يطلعوا. امسك كده يا عمر، رجع السنان، قرب، شايف سنانه؟ دول اول سنتين هما طلعوا، والسنتين التانيين لسه بيبداوا يطلعوا. ده كده عنده تقريبا 8 ايام، ده عنده 8 ايام. طبعا المعاملة الرضاعة اول شيء برضه عشان تتابع معايا الميزان، تعرف ميزان فين الحبل اللي كان هنا؟ ثانية واحدة اوريك، طبعا عشان يكون عندك خلفية. روح هناك كده، روح كده، الناس برضك اتكلمت ازاي بيتعلق الخروف. طبعا نفس اللي هعمله مع ده، نفس اللي بيتعلق بيه الخروف الكبير عشان اديك وزنه. طبعا الميزان بتصفرها عليه، وأوجع الميزان واضحة، 5 كيلو و700 جرام، 5 كيلو و700 جرام ده وزنه. طبعا الميزان، رجع الميزان صفر عشان اوريك الميزان متصفر بالسلبه كمان صفر. المهم كده ده وزناه 5 كيلو 700 جرام. لاحظ، شوف جعان وعاوز يرضع بيشبش في النعاج، بس طبعا مفيش واحده بتخليه يرضع لوحديه. هتعامل معاه ازاي؟ طبعا رضعته لبن بقر، لبن بقري. الببرونه دي 200، مش عارف ظهرت على الشاشه كده ولا 240 مللي، يعني ربع كيلو، يعني لما تملاها ربع كيلو. البرونة دي ربع كيلو. انا رضعت الصبح 2. طبعا لاحظ بطنه، لاحظ بطن الخروف جعان، يعني ايه بقى اكتر من كده؟ يعني هياخد اكتر من كيلو لبن في اليوم، بس انا ببدا معاه واحده واحده. انا عاوز الخروف ما يتبهدلش، من زي ما انت شايف خروف صحته الحمد لله كويسه ولمعته كويس. الخروف يعني نازل ما شاء الله، والخشب الشاسيه بتاعه حلو. الخروف ده على فكره مهلب برقي على رحماني. المهم
عشان ما نطولش الفيديو هنوريك. طبعا انا للاسف كنت برضعه امبارح لان هو كان قاعد يعيط كتير بالليل، يمقمق كتير بالليل، فانا طبعا اضطريت لازم اجيب له، جبت له لبن بالليل ورضعته. فهو كانت الصعوبه في اول ببرونه بتاخد وقت لان حلمه الببرونه مش زي حلمه الام طبعا، ولبن الباري مش زي لبن الام برضك، عاده جديده فلازم بيبقى صعب في الاول. بس للاسف كانت الدنيا ضمه بالليل ما عرفتش اصور، لكن والصبح صديته الببرونه الثانيه برضك رضع كويس. دي ان شاء الله هيبدا يشد شويه شويه، هتسمع هندهله بس هيجي يجي. هو لغايه دلوقتي لسه متعودش على الصوت، بعد ما يتعود على الصوت بمجرد ما اندهله هيجي يجري على طول لما يتعود. امسك كده يا عمر اوريك الرضاعه، هترضعه ازاي. طبعا في نقطه مهمه، اتبس على الحلمه كده الاول، تعالى هنا. دي انا وسعتها سنه، الحلمه بتبقى ضيقه عليه بتسحب، انا فتحتها بالسكينه شعره بحيث تنزل لبن اكتر من الطبيعي بحيث يعرف يرضع كويس على طول، يرضع بسرعه لان تبقى صعبه شويه وهي بالفتحه الاصليه بتاعتها. بص تمسك الخروف كده بالشكل ده، بس في البدايه طبعا انت هترضعه بالعافيه. لما تشوف هو جديد ثالث ببرونه يرضعه، شوف مجرد شوف كده مسك، انا شايل ايدي شايل ايدي. انا الاول الصبح كنت انا اللي بشده على كده على طول، هو راجع ورا كان يقعد يشد على طول، دلوقتي بمجرد ما يشوف الببرونه شوف انا اشد ايدي اهو، هو اللي بيجري عليه كده. خلاص ان شاء الله مسك في الببرونه كده، الخروف مسك. دي ثالث ببرونه بالظبط، هو من امبارح بالليل بس امه ماتت كده، دي ثالث واحده ثالث مره. طبعا ما ينفعش بمجرد ما امه تموت يعني وهو يكون شبعان، مش هينفع هيتعب معاك، هو لازم يصوم على الاقل نص نهار، يصوم نص نهار بحيث يكون جعان يجوع مظبوط بحيث يدور على اللبن، مجرد ما توريله اللبن يمسك في الببرونه على طول. بس طبعا لازم عاده لازم يتغير من رضاعه طبيعيه لرضاعه بالببرونه، لازم بتاخد شويه غلبه شويه. امبارح غلبني كتير، الببرونه دي اخد فيها اكتر من نص ساعه عشان اشربها. شوف هي الببرونه كانت مليانه للاخر، عد على الفيديو ان شاء الله مش هتاخد 30 ثانيه، مش هتاخد 60 ثانيه ان شاء الله، دقيقه دقيقه ونص ان شاء الله هيكون مخلص. يقبل يرضع تاني يقبل يرضع، بس طبعا انا هلكمه. الخروف تغيير لبن من لبن ام لبن عاج للبن بقري ما ينفعش تدخله، تديله كميه كبيره. الخروف بوجه، بص على بطنه هنا، هات الكاميرا شوف بطن الخروف جعان لسه، يقبل اكتر من كده بس واحده واحده عشان ما يسهلش. الخروف لغايه دلوقتي الحمد لله زي ما انت شايف ما شاء الله لقيته وجهي، تعالى بص هنا، ارفع هات الكاميرا من ورا من ورا في الليل. بس خلاص خلاص دي كده مفيش اسهالات، خروف مفهوش اي اسهال. فانا عاوز احافظ عليه ووجع الخروف هنا، مش عاوز الخروف يجيله اسهال من تغيير اللبن ومن زياده الكميه، هو كده يخلصها 100 100. دي ثالث ببرونه كده كيلو الا ربع، وليه واحده تاني بعد المغرب ان شاء الله ياخد له واحده تاني يبيت عليها، يبقى كده شرب الكيلو. طبعا اللبن لازم يتغل عشان لو في اي ميكروبات ولا حاجه تعمل له نزله معويه هيروح منك، لازم تغلي اللبن زي كانك تشربه انت، تغليه وبعد كده اللبن يصبح دافي ما شاء الله. بس كده خلاص مفيهاش ولا نقطه، ما كملتش دقيقتين. طبعا لو اديت له اوعى يا رب، لو اديت له مرتين تاني هيرضى، بس طبعا ما ينفعش كده هو لسه جعان. بس واحده واحده، ولو عاوز اديله 3 كيلو لبن في اليوم ما عنديش اي مشكله، بس واحده واحده لما يشد حيله بطنه تتعود على اللبن البقري. بس طبعا النقطة المهمة، كيلو لبن البقري ده ب7 جنيه وهو صغير كده، عمر 8 ايام ولا 10 ايام ما شاء الله هيشرب الكيلو مستريح في اليوم كيلو وربع. امال لما يكبر هيشرب قد ايه؟ هيصرف قد ايه؟ يعني 7 جنيه هيكلف 10 جنيه في اليوم لبن. طبعا ده مصروف عالي جدا، مصروف عالي جدا. هنعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله هننزل السوق بكره باذن الله ان شاء الله، وهندور له على معزة لبن، معزة يكون فيها لبن كويس، وهنستكفي برضاعة المعزة. طبعا هو حاليا بيرضع لبن فقط لا غير، لسه ما بيشدش في أي علف، حتى لما صورت الفيديو كان قاعد لسه. هياخد يعني خلال 15-10 أيام إن شاء الله هيبدأ يدور في العلف، وهنبدأ نعمل له علفة مركزة وبروتين عالي، وهنتابعه مع بعض إن شاء الله رحلة عنتر إن شاء الله بإذن الله. شايف يا عنتر؟ بس بس طبعا ده كله بعد قضاء الله وقدره. امه كانت ما شاء الله نعجه تبارك الله، ما كانش في منها اتنين، كانت نعجه هضبه ما شاء الله عليها،
بس قدر الله ما شاء فعل. فده اذا ربنا ادى الصحه ان شاء الله هنتفرج على معدل التحويل بتاعه، سجل التواريخ عندك ان شاء الله عشان نتابعه الحين والحين كده، هنعمل له فيديو ان شاء الله مع بعضين ان شاء الله، اللي عاوز يتابع ويعرف ازاي تتعامل مع الخروف اللي امه ماتت وهو لسه معتمد على الرضاعه بشكل كبير. وفي النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.